بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المفتي وسائر المجلس، الحقيقة اسمي رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، يسعدني أن نشارك معكم هذا اللقاء الافتتاحي لهذه القافلة ديال الجولة، باش نعبر لكم على فرحات ديال السكان ديال إقليم تيزنيت هذه القافلة هذه، ونتمنى لكم الأعمال ديال هذه الأيام التكوينية إن شاء الله، نتمنى لها النجاح والتوفيق، وفي نفس الوقت نريدها مناسبة للتذكير بالمساهمات ديال المجلس الإقليمي ديال تيزنيت في كافة البرامج اللي وضعتها سواء الوزارة السابقة وخاصة الاستراتيجية الوطنية ديال الرؤية 2015، أو كذلك المساهمة في المخطط الجهوي ديال الصناعة التقليدية. السيد العام مشكورا بكرم جميع المساهمات ديال المجلس الإقليمي في مختلف المخططات وفي مختلف المشاريع التي تنجز على أرض الواقع في إقليم تيزنيت واللي تتهم هذا الجانب هذا ديال الصناعة التقليدية. وأريد أن أشكر بالأساس السيد رئيس لجنة الصناعة التقليدية لمجلس جهاز الشعب الصدر السي حسن مرزوقي اللي ترجع عليه الفضل واللجنة ديالو الدينامية والحركية اللي عرفتها المجال ديال الصناعة التقليدية في الآونة الأخيرة. أعتقد هذا مجموع بأن المجلس ديال جهاز الشعب الصدر فيه أزيان من 15 لجنة، أزيان من 15 لجنة، كل قطاع عنده لجنة ديالو، ولكن هذه اللجنة ديال الصناعة التقليدية استطاعت بالفضل ديال الدينامية ديال الحركية ديال الرئيس ديالها أنها تخرج واحد العدد ديال البرامج للآن تنجحوا الثمار ديالهم، باش غير اليوم دار هذه السنوات كاملة، وكانت اعتمادات كبيرة في جميع القطاعات ديال الصناعة التقليدية على مستوى الجهة سواء في القطاع الأقليمي أو غيرها من الوسائل والتجهيزات والمساهمة في البنايات ديال مختلف المشاريع. لا أكثر من هذا كذلك، المسألة ديال هذه القافلة هذه اللي احنا نشوفوا بأنها مهمة ومهمة جدا، خاصة من خلال الشعار ديالها اللي تعتبر بأن الوصول البشري ريال الجودة والتميز، فصحيح أن هذا الشعار هذا تم اختيار ديالو بمهنية والإخوان اللي اختاروا عندهم الحق على اعتبار بان الانسان هو المركز ديال كل عمليه، والا ما اعتنينا شيء بالانسان وما نتسناو شيء اننا نطوروا اي قطاع كيف ما كان. واحد من هذه الجوانب ديال الاهتمام بالانسان الصانعات التقليديه والصناع التقليديين هو المجال ديال التكوين، لان التكوين هو اللي غادي يجعل الانسان اولا يعرف القيمه ديال داكشي اللي كيدير، ولكن في نفس الوقت يعرف كيفاش انه يطورها الى ما هو احسن. ولكن كاين جانب اخر كذلك يجب ان نهتم به الانسان، وهو الجانب ديال الرعايه الاجتماعيه. فالصانعات والصناع التقليديين لا بد انه يكون اهتمام جانب يضمن لهم التغطيه الصحيه ويضمن لهم كذلك التقاعد. فهذا الكثير من الصانعات والصناع التقليديين اللي هو احسن واحسن مع الأسف يوليو حقل السن وضيق بذات الحال أنهم يوليو عرضة للتشرد أو عرضة للولادة. فواحد الجانب اللي احنا كندعيو الحكومة أنها تكذب عليه وهو أن تدمجوا الصانعات والصناع التقليديين، فالقوانين هي تراها الآن تتمجد بما يتعلق بما يسمى المقاولة الذاتية اللي غادي تضمن الصانع والصانعة التقليدية أنه يديكلاريو من رشدو باش يديرو الضمان الاجتماعي ديالهم ويديرو كذلك الأقل ديالهم. أكثر من هذا الشيء كذلك وهو أننا خاصنا نحميو المنتوج ديال الصناعة التقليدية، ولهذا الإخوان إذا كانوا كيتبعوا هذه تقريبا واحد الشهر يعني في بداية ديال شهر جوج داز واحد القانون على مستوى مجلس النواب اللي صوتوا عليه
جميع الدول بالإجماع، سواء معارضة من أهل الكلى أو الأغلبية، وهو قانون اللي غادي يحفظ الصناعة المغربية العالمة ديالها في وسط العلامات في وسط الصعيد الدولي. وهذا العالم ذهب الآن، صبحوا الآن محميين قانون يعطيو الحق للمغاربة كاملين أن البلغة المغربية وأن التزازيق المغربية والصرفية المغربية ما يصوبوها شيء من الشينوا أو ما يصوبوها إلا الأتراك أو الصهيونية، شي واحد يجي في هذيك في المغرب أو يسوقها. فالعلامة المغربية غادي تكون هي علامة محفوظة ومسجلة، وبالتالي تتوليو كنضمنو لهذا الإنسان المغربي والصانع والصانعة المغربية اللي بذلوا جهود في هذه العلامة هذه أنها تكون محمية على الصعيد الدولي، وتولي بالتالي تعطيها قيمة أكثر، ونجنبوا من الصناع التقليديين هذا الهجوم ديال الصناعة يعني ديال التقليد اللي كيديروه بعض الدول، وخاصة الدول القضية ديال الشينوا ديال الكوريغون. الآن ولاو كيخرجوا في الصناعة المغربية ولا تجينا البلغة والصدارة وغيرها من وحدة الزرزيق تجينا من الشينوا ربما ب 5 دولار ولا ب 10 دولار. فهذا القانون هذا راه مهم جدا، ويعتبر مكسب للصناع والصناعة التقليديين، واللي الخضر فيه يرجع درجة الأولى كما يرجع الدينامية اللي عرفها قطاع المجهود اللي بدلو السيد الوزير السابق سي عبد الصمد الديوع، اللي عطى واحد الدفعة قوية للصناعة التقليدية في جهات الدولة صدرها. وطبعا هذا المجهود هذا احنا شعرنا بان السيدة الوزيرة الحالية السيدة فاطمة مروان تعمل على انها تقوي هذا المجهود هذا وتبنيه قدام، ونتمناو لها المجهودات كاملة سواء ديال الحكومة ولا ديال المنتخبين ولا ديال الإدارة المحلية انها تمشي في اتجاه انها تعطي المنتوج ديال الصانع والصناعة التقليدية والصانعة التقليدية القيمة ديالها وتجعل